طيب إذا ما ذهبنا الآن إلى المنطقة كاملة، ما يحدث الآن من مثلا حميتي يدعمه حفتر، حفتر تدعمه الإمارات، السعودية مثلا تدعم مصر، مصر تدعم البرهان، هل هذا هو نستطيع أن نسميه أنه هو يعني التعامل بتفرقة الملفات، أم أن الخيوط يعني تدخلت في هذه المنطقة؟ طبعا هي طبعا خيوط متداخلة، لكن كل نظام عربي إلى حساباته، هذا ليس بجديد. القضية الفلسطينية، ولكن الأمر أصبح معقدا بشكل كبير. ما هو جزء من المشهد هذا، إحنا يعني ما الذي نفعله؟ اللي حاصل الأنظمة العربية بالثمانينات وبالسبعينات كان كل نظام عربي عنده منظمة فلسطينية تابعة إلى وتحسب مصالحها، وبعد ذلك اشتبكت هاي المصالح في لبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية وتقاتلت، وبدأ يخطفون من هذا النظام دبلوماسي ويقتلون من هذا دبلوماسي، وصارت القضية متشابكة. لكن بالنتيجة القضية أصبحت القضايا يعني تدر أرباحا على المتاجرين بهذه القضية، ولا يوجد أفضل من هذه القضايا تدر الربح. يعني الآن أي نظام يريد يدعم طرف معناها مئات الملايين من الدولارات، عملية مربحة أفضل من أي تجارة. تريد الآن أعمل منظمة فلسطينية وأرفع شعارات تحرير فلسطين ومش عارف إيش، وبعد ذلك تجد الدولارات مئات الملايين تأتي إليك، فتجدها عملية مربحة. هذا التداخل لا يمكن إنهائه، ملفات كثيرة وشائكة والأنظمة تعتاش على هذه المشاكل. طيب هذه القمة نهاية قالت أن القمة القادمة ستكون في القمة 33 ستكون في البحرين، برأيك قمة البحرين أيضا لن تنتج؟ لا، هو مجرد يعني حلقة مفرغة احنا ندور فيها، وكل مرة نتكلم انه لا هاي القمة شوية تختلف، بعدين نجد انه ما اختلف شيء علينا. وقمة ان شاء الله في البحرين ستعيد نفس الكلام، ابدا يعني كأنه صارت مثل قصيدة نحفظها الجميع، وسيأتي الامتحان وتأتي هذه القصيدة في الامتحان ونكون كلنا حافظيها، نفس الكلام ما يتغير اي شيء، شيلوا بعض الاسماء، شيلوا هذا حطوا هذا. هالايام ستنبئنا بما يحدث. استاذ علي الشبري اشكرك على التجمع في هذه الحلقة. شاهدنا الكرام، في المنتصف مازال مستمر، ولكن بعد هذا الفصل.